بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد الإلهية، إلى توحيد العبودية. في القرآن توحيد الألوهية لما استمر زبيبة ملكته، في القرآن توحيد الإلهية لما استمر يتتقمت شون من قدرتنا زبيبة وزاري من نيو. القرآن بتلاي يملكو توحيد لما استمر لجماريوش የመጨረሻ መስቀናል ለሚሉ ሳይንቲስቶች መሃል ላይ ላለን ሰዎች በሚስማማ መልኩ ነው ተውሂድን ያስተማረው አላህ። ለምን በሳይንስ የመጠቁ ሰዎች እኛን ታናግረን የነበረ ነገር በተራ ነገር ስለሆነ እኛ ችላ ብለ ነው ምንም ነገር አላየንም እንዳይሉ በጣም ጭንቅላታቸውን በሚፈታተን ነገር ነው ያስተማራቸው። ጀማሪዎች ደግሞ እኛ ከአቅማችን በላይ በሆነ ነገር ነበር ሲነገር የነበረው እንዳይሉ ለጀማሪዎችም በሚበጅ በሚገባ በሚያስረዳ መልኩ ነው ሲያስተምር የነበረው። ስለዚህ ሸህ ቁርአን ከተጠቀማቸው ዘዴዎች የተወሰኑትን ሊነግሩን ፈልገዋልና ሁላችሁም በትክክል በጥሞና ተከታትላችሁ እነዚህን ዘዴዎች ከቻለ ወደ ቃል በቃላችን አውጥተን በሕዝብ ይዘን ሰውን ሰው እንድናስተምር ይሄን ነገር መጠቀም ያስፈልጋል። ካልቻልን እንኳን ምንም አይደለም። የእንትናል ይዞ መሄድ ነው ተውሂድ ለማስተማር። ተውሂድ ላይ የሚከራከር ሰው ካለ ተውሂድ ያልገባው ሙስሊም ጋር እንትን ከሆነ ይህን ኪታብ ይዞ ሄዶ ይህን ገጽ አይቶ 36ኛዋን ገጽ ይዞ የቁርአን እንዲህ አለ ነው ፈውዛን እንዲህ አላት በሉ። አንዳንድ ሰው ሰው ሲጠራ ስሙ ሲጠራ ፈውዛን ሲባል ይህ ፈውዛን የሚላለ እብኑ ባዝ ሲባል እብኑ ባዝ የበቃ የጓሮ ጠላቱ ይመስሉ እብኑ ተይሚያ ሲል ደግሞ የሚፈላተዋል ሰውት እብኑ ተይሚያ እብኑ ተይሚያ ኪታቡ ላይ ምን እንዳለ ቁርአን ነው የነገረህና እንደዚህ ነው። ለዚህ ዛሬ ሼክ ፈውዛን የሚያቀርቡት ነገር ሼክ ፈውዛን ሰበሰቡት እንጂ እሳቸው አይደለም። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ያለውን ለማ ካነ ተውሂድ ሩቡቢያ ቀድ አቀረ ቢሂ الناስ ቢሙጀቢ ፊጥሪሂም ወነዘሪሂም ፊልከውን ሰዎች የተውሂድ ሩቡቢያን ጉዳይ በተፈጥሯቸው ሌላ ምንም ማስረጃ ሳይደረደርላቸው ያመኑ በመሆናቸው ይህንን ዓለም በመመልከታቸው ሰውን እንሰሳውን ሰማዩን መሬቱን በማየት ብቻ ያመኑ በመሆናቸው وكان الاقرار به وحده لا يكفي للايمان بالله بتوحيد الربوبيه ብቻ ማመን ደግሞ توحيد الالوهيه ወይም توحيد አለው ለማስባል በቂ ባለ መሆኑ ولا ينجي صاحبه من العذاب ينجي ችግር የለው ማን ይህንን እምነት ያዘን ሰው ከሳትም ነፃ የማያወጣ በመሆኑ በደንብ ተከታተሉ። አህባሽ አሁን ያደረቀን ያለው توحيد الربوبية توحيد نو قالاتشو لجنة في بقال نو ميلو اي بقام توحيد الربوبية لجنة اي بقام ولا ينجي صاحبه من النار او من العذاب اندجي سلو هنا ركزت دعوات الرسل يملك سنوتو السمرو تعتقر بمن لاي على توحيد الالهية يعملات النتون عند النت بتملكته بسفيو تفرد ستو خصوصا دعوة خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لهم زي تعفو الصلاة لله كتاب أفضل الصلاة والسلام لا تعفو أفضل السلام على الكذب بتليم يا نبيات وش ما كم كميا وين يا نبيات وش قلبت يهونو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورك أتشو يهونو جيت أتشو يهونو مدمدم أتشو يهونو محمد يساتشو أستمروت بتلي بدعوة الألوهية لي بتوحيد الألوهية لي فالسنة تفرد ستة فكان يطالب الناس بقول لا إله إلا الله. نبي صلى الله عليه وسلم كسوت مفلق وكان أنت باكت لا إله إلا الله بل اللي نبري اللي نبري المتضمنة لعبادة الله وترك عبادة ما سواه لا إله إلا الله ملكت يمتها كاتتنات اللهم بمتشين إنت ما ملكنا ከአላህ ሌላ የሚመለክ ጣዖታትን በሙሉ ገፍትሮ መጣል። ፈካኑ የንፊሩነ ሚንሁ
فكانوا ينفرون منه ينفرون منه ما لا راساتهم يششالو اي وين دمو ينفرون منه الناس سوتين كاتغباچو ياششو نبر لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ويقولون لنا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب لا اله الا الله ملك تمندنو كالله ليلا من املاك ميبال نغير يلم في السماء ولا في الارض باملاك الناس اللي تتوق عند الله بتشا نو معناته عارف ايه سيبال غرماچونا الناس اياتو منكر بدان يتوق علي صفال يدفال بدان مدرشا لي بالابات يقولنا حلال ويم عان معروف سمدا حتى نغير يورات دي فيد متى اكو يروچو اجعل الاله اله واحدة اياتون ينول املاك دمتزو عند بيتش ادرجه من اينت نو غرماچو كونو يا الله عند مهون غرماچو امي غرماو كون متتبات عقل يالو سو كو 10 15 املاك ما يازنو ሁለት املاك ما يازكونو مي غرماو لما اللي تالد زيتنياو عندو صحيون عندو كان يهون بيل عندو ونديون عندو سيت يهون بيل ما اللي تالدز نو عندو سجد عندو اتسجد بيلو من اللي يدرج نو امي غرماو لسو لج يمياستغرو يا املاك مبذات نو انجي يا املاك عند مهون ما عند ازاج يكون ለዚህ ነው ለቆቤት አባቱም እናቱም የሆኑ ተለያየ ተዛዝ የሚሰጡ የሆነ እንደሆነ ልጆች ድንግርግር ነው የሚሉት ከዚያ በኋላ ምን ያመጣሉ በሁሉም ላይ ማመጽ ይጀምራሉ ምክንያቱም አባቱም እናቱም የሆነ ተዛዝ ይሰጣሉ ያንዱ ያንን ከዚያ ልጁ ከሁለት አንዱ መንቀፋ አይቀርም ሳይወድ በግዱ አባቱም ከታዘዘ እናቱ ያለቻለው ወላ አይደለም እናቱም ከታዘዘ አባቱ ይያለው አይደለም ከዚህ በኋላ እናቱን መخلፍ ሊጀምር ነው አባቱን ማቅለል ሊጀምር ነው ለምን እነሱ ናቸው ራሳቸው ያቀለሙ ላኪን النبي عليه الصلاه والسلام ودع عند الناس املكوا سيطروا جرماچو مكوت اجعل الالهه ان جعلوا الاملكوتش ادرج اله واحد عند املاك ادرج الناس نابارو الناس بوتا لاي عند املاك امطا وي معناته لو اجعل الالهه الها الناس انه بل ان الالهه عند لاي شبسبو كو دمرو معناته ادلم يدمرو يدمرو مكوتشو 300 وتش بيدمرو املاك يقولوا لا يقولوا اجعل الالهه هؤلاء مع نجي نقول له تتو اله واحد عند ادرجه مالك الناس بوتا عند املاك ادرجه وي مالك لو انج الناسون دمرواچو عند لا دم انتنا عند املاك ارغو قطراچو وي مالك ادرجه النبي عليه الصلاه والسلام للناس لا عندنياو ما تقبلوا ما يا عندچو لم املاك الناس ما تقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم بتا املاك الناس يتقبلوا اجعل الالهه اله واحد ان هذا لشيء عجاب يبقى يميغرب نوع وحاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كنبيو غير مكر ادرغو من يمنا لمن يدرغو ايترك هذه الدعوه يهننا اينت استمروت عندي تو بتلاي ما بابا ياوت بزو مكر ادرغو بتلاي كنبيو صلى الله عليه وسلم كابوتاتشو غارا ينبروا مكر አሰውልን ይሄን ነገር ባክ ይሄንን ያንሳልን እንዴው ከዚህ ሌላ ያለ ነገር ይፈልገው ይጠይቀን ብለው ነበር ويتخلى بينهم ويخلله ويخلي بينهم وبين عباده الاصنام يطاوث አምልኮትንና በጣውት አምላካቸው መካከል ያለ ነገር ላይ እንዳይገባባቸው ነብዩ እንዳይገቡባቸው እንዲተዋቸው እንዲለቁላቸው ለቃነት እንዲተዋቸው ይፈልጉ ነበር وبذلوا في ذلك معه كل الوسائل كنبي يغار عليه الصلاه والسلام يا اغبابنا الذي ادرسنا يا سامن لنا ليالوتن زدي كله وكروا بالترغيب ثاره عند عند غبي بماغبابات من الله ان تارق قالوا عند غبي ان تارق قالونا من يجو متو بقى هون غبي اسم عند غبي قالته هي النجر ايتو ما ادلم ماو انيام غبي ابن انجد ورثنوا يمطالوا نجر سلوون انتهم مالو لذلك من يقول انش ماما اسم تنش ملث يبل انيام ملث تنبل اسم تنش يلقق انيام تنش يلقق من عند عمل ينيانا املاكنا املاكوتنا املك يسو املاك يرفع بميقتلوا عبد دغمو ينيان زغي كارغنباچو قلفناچو يان يسو املاك تغدو يبلل صوي يبلل ردو يبلل شغدو يبلل بملك يفلقو يادرغنا عامتو اسدرس دغمو ودنيا سلاذ تسمامان معناتلو انصاف الحلول يبال عليه اشي عندنا غزي ايه نو بزي بزي هن مكريات نو اكو ايه متى غزي نو لكم دينكم ولي دين لا اعبد ما تعبدون
እንዴት ይሆናል? ድንጋይ ለሰከንድም አይመለክም እንኳን ለአንድ አመት ሙሉ። ወቢተርሂቢ ታረተን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በማስፈራራት የሚገርም ማስፈራሪያ ተጠቅመው ያውቃሉ። አንድ ቀን የነቢዩ አጎት ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጡና መኮች ተሰብስበው ይሄን ወንድምህን አታስቆምልንም? ካላስቆምከው ጦርነት ነው የምናውጀው አሏቸው። ችግር የለውም አውጅ ሁሉ አሏቸው። በሌላ ቀን መጡ። አሁን ቤታቸው ውስጥ ሄደው ጦርነት እናውጅ ካልነ ጠቡ ተፈጠረ ማለት ነው። እኛ የምንፈራው ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ሌላ ዘዴ እንደምፈልግ ይሄ ሰውዬ እኮ በጣም መሐመድ ላይ እንደዚህ ሙጥኝ ያለው አለቅም ያለው ወዱ አይደለም እሱን የመሰለ ልጅ ማግኘት ስለማይችል ነው። ሌላ እኛ ለምን የተሻለ ልጅ መርጠን የተሻለ ሰው ፈልገን ለምን አንተካውም እና እሱን አይሰጠንም አሉ። ተስማሙ። የሚገርምህ ሐሳቡን ማምጣቱ አይደለም፣ ሐሳቡን አምጥተው ተቀባይነት ማግኘቱ ነው የሚገርመው። ተሰብስበው ጃይኖቹ ተስማሙ። ምን ብለው አንድ ጥሩ ልጅ ምን ነው ተባለ። ተፈለገ ዑማረት ኢብኑ ወሊድ ተገኘ። ዑማረት ኢብኑ ወሊድ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ታላቅ ወንድሙ ነው። ዑማረት ኢብኑ ወሊድ ካነ ሚን አንሃጅ ፈታ ዝቁረይሽ ነበር ይባላል። እሱን መረጡና ይዘው ላጎት ይየው ሁሉላቸው። እንግዲህ መሐመድን በጣም እንደምትወደው መሐመድ ምርጥ ሰው ምርጥ ልጅ እንደሆነ እናውቃለን። ቢሆንም ግን እኛ ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት መሸከም አልቻልንም። ስለዚህ አንተም እንዳትጎዳ እኛም እንዳንጎዳ አንድ መፍትሄ ይዘን መጥተናል አሏቸው። ምንድን ነው መፍትሄው? ይህን ልጅ እንሰጥሃለን፣ እንደ ልጅ ታደርገዋለህ፣ ትወርሰዋለህ፣ ይወርሰሃል፣ እንደፈለገው ልጅ ታደርገዋለህ። መሐመድ ግን ስጠንና እንድረስ። በዚህ ጊዜ ሽማግሌው ትንሽ አቅላቸው ሰራ። አረ የኔ ልጅ ልትገሉት፣ የእናንተ ልጅ ልቀልብ ትሰጡኛላችሁ? የእናንተ ልጅ እኔ ቦታ ልሾመው፣ የእናንተ ልጅ እንደኔ ሊከበር፣ መኮችን ሊመራ፣ ዘዒን መካ ሊሆን፣ የኔ ልጅ ደግሞ ገደል ልታስገቡ፣ አበዳችሁ አሏቸው። በቃ ከዚህ በኋላ ቡቃጣው ይሄ የመጣ ነው። ሙቃጣ ሰባተኛው ዓመት ሙቃጣ ተልዓማ ያደረጉት ከዚህ በኋላ ነው። የሰውዬ ከሱ ከሰውዬው ከልጁ ጋር አብረን ማደም አለብን አሉና መቼም ጦርነት አንችላቸውም ከተነሳ ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? አድማ እናርግ ብለው ከነሱ ጋር የተጋባ የእሳት የተጫጫረ ብሎ የሀገራችን ሰው አድማ እንደሚያደርግ ሶስት ዓመት ሙሉ አድማ አረጉባቸው። በነቢዩ ላይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዳዕዋን ለማስቀየር ለማስለወጥ ያልተደረገ ሙከራ አልነበረም። ወሁ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካነ የቁል ነቢዩ ስለ ላ ስለም ይሉ ነበረ ወላሂ ይህንን የተናገሩት በተለይ ትንሽ ምን አለ ብትስማሙ የሚል የነቢዩ ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባል ነበራቸው። ሰውየው ሽማግሌው ምን አሉ? ያጎቶች ልጆች መጥተዋል፣ ወንድሜ ልጅ መካከል ላይ መስማማት ፈልገዋል፣ ምን አለ ብትቀበል ብለዋቸው ነበረ። ነቢዩ ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንሽ አለቀሱና ያዓሙ አሉ አጎቴ ወላሂ ለው ወደዑ ሸምሰ ፊየሚኒ ፊየሚኒ አይደለም እኔ ፊየሚኒ ነው የማውቀው ወልቀመረ ፊየታሪ በባዕድ ለማቀው በፊ ነው على ان اترك هذا الامر ይህን ጉዳይ ፀሐይን በቀኝ እጄ ቢያስይዙ ግራጀ ያስቀምጡልኝ በግራጀ ጨረቃን ቢያስቀምጡ ያስቀምጡልኝ على ان اترك هذا الامر ይህን ጉዳይ እንድተው لا اسرقه حتى يظهره الله او اهلك دونه الله يفاسكم يواطم ወይም ደግሞ በዚሁ ላይ ያለው እስከምሞት ድረስ አልተውም ነው። ወካነት አያቱላህ ተተነዘሉ ዐለይህ ቢድዕወት ኢላ ሀደ ተውሒድ የአላህ ቁርአን አንቀጾች በዚሁ ተውሒድ ጥሪ ላይ እየወረዱ ነበር የሚከታተሉት። ወረድ ዐላ ሹብሃት ልሙሽሪኪን የሙሽሪኮችን ማስመሰያም መልስ እየሰጡ ወኢቃመት ልበራሂን ዐላ ቡጥላን ማ ሁም ዐለይህ እነሱ ያሉበትን የብልሹ መሆኑን ማስረጃዎችን በመደርደር የቁርአን አንቀጾች ይወርዱ ነበር በተከታታይ። ወቀድ ተነወዐት አሳሊቡ ልቁርአን ፊድዕወት ኢላ ተውሒድ ልኢላህያት ተውሂድን ኡሉሂያን በማስተማር የቁርአን ዘዴዎች በጣም የተለያየ ዘዴዎችን ተጠቅሟል። ውሃ ነሕኑ ነዝኩሩ ጁምለተን ሚንሃ ከእነዚህ የተወሰኑትን በሚከተሉት አይነት እናቀርባቸዋለን። ፈሚን ዛሊክ ከዚሁ አባባል አምሩሁ ሱብሓነሁ ቢዒባደቲሂ ወተርኪ ዒባደቲ ማ ሲዋ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኔም ብቻ ተገዙኝ ሌሎችን አትገዙ በሚል ትእዛዝ የሰጠበት አንቀጾች ከማ ፊ ቀውሊሂ ሱብሓነሁ ወአዕቡዱ ላህ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ አላህን ብቻ አምልኩ ከሱ ጋር ማንንም አታጋሩ ያለው። ያ አዩሃ ናስ ኡዕቡዱ ረበኩም አለዚ ኸለቀኩም ወለዚነ ሚን ቀብሊኩም ያን እናንተንም ሆነ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ፍጡሮች፣ ሰዎች፣ ህዝቦች የፈጠረውን ጌታን አላህ አምልኩት፣ የፈጠረውን አምልኩት። መፍጠሩን
ሁላችንም የተስማማንበት ነጥብ ነው ለማለት ነው ኢላ ቀውሊሂ ሱብሃነ ፈላ ተጅአሉ ሊላሂ አንዳደ ወአንቱም ተዕለሙን። ታዲያ እንዲህ ከሆነ ፈላ ተጅአሉ ሊላህ ለአላህ አታድርጉ አንዳደ አጋር አታድርጉ ወአንቱም ተዕለሙን ቡጥላነሁ የዚህን ስህተት መሆኑን እያወቃችሁ ወቀውሊሂ ወሚንሃ እኽባሩሁ ሱብሃነሁ አነሁ ኸለቀ ልኸልቀ ሊዒባደቲህ በግል የሰው ልጆች የተፈጠሩት ጅኖች የተፈጠሩት ሌሎችም ፍጡሮች የተፈጠሩት አላህን ሊያመልኩ ነው ብሎ መግለጹ አንዱ ነው። ከማ ፊ ቀውሊሂ ሱብሓነ ወማ ኸለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ጅንንም ሆነ ሰውን የፈጠርነው እሱም ብቻ ሊያመልኩ እንደሆነ ያኔን ብቻ ሊያመልኩ ነው ይላል። ሶስተኛው ነጥብ ሚንሃ ኢኽባሩሁ አነሁ አርሰለ ጀሚዐ ሩሱሊ ቢድዕወቲ ኢላ ዒባደቲሂ እሱም ብቻ ወደ ማምለክ ጥሪ እንዲያደርጉ ነው ነቢያት የተላኩት። ወነሂ አን ዒባደቲ ማ ሲዋ ከእሱ ሌላ ያለን አምላክ ሌሎችን ነገሮች ከማምለክ በመከልከል ላይ ነው የመጡ ከቀውሊሂ ሱብሓነ አላህ ያለውን ይመስል ወለቀድ በዐትና ልከናል ላላላህ ፊ ኩሊ ኡመቲን ረሱለን በየህዝቡ ሁሉ መልእክተኛ ልከናል አን ዕቡዱ ላሃ ወጅተኒቡ ጣጉት አላህን አምልኩ ጣዖታትን በሙሉ ተከልከሉ እያለ ወሚንሃ አልእስትድላሉ ዐላ ተውሒድ ልኢላሂያ ብእንፊራድህ ብልሩቡብየት ወልኸልቅ ወተድቢር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በአምላክ አንድነት አምላክ የአምላክነት አንድነት ለእኔ ነው የሚገባው ለማለት በፈጣሪነቱ በመጋቢነቱ ዓለምን በማስተናበር እኔ ብቼን አይደለሁኝ እያለ ማስረጃ መጥቀሱ እንዲህ ከሆንኩኝ ብቼን ለምን አልመለክም ነገር ነው። يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا سلفنا ويا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اي الناس لا تسجدوا فطروش ناتشو واسجدوا للذي خلقهن هاين بتام كجرمه سوچ اللهن فطور بتام يادنقالو سوچ اللهن فطور بتام يوندالو الله لمن يوجدون تابع الله لمن يكبرون تابع خالقاتشو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن افمن يخلق كمن لا يخلق اني مفرق فطر لي اني انو اللي فطركو لي ان انت تعوت متلواچو كن منين يالفطرو ناتشو يني فطرنا يما يفطر كلون بمالك يا الله سبحانه وتعالى بتشني املاكنتن يسوجوج راساتشو ليردوت اندميغبا بيفا ياسرو ياستمرال አምስተኛ ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن الهات المشركين الاستدلال ما سرج ما اقرب له عنده ليله وزيد ودمو على وجوب عبادته سبحانه يا اللهم بتا مجازات جديتا بهون ما سرج ما اتقس له بانفراده بمليته بصفات الكمال بملوء بحريات ብቸኛ በመሆኑ ለአምላክነት የሚገባ እሱ መሆኑን ወንቲፋኢ ዛሊክ የዚህ ሙሉእነት ባህሪ አለመኖሩንና መመለክ እንደሌለበት ማሳየት አን አሊሃቲል ሙሽሪኪን ከአጣዖት አምላኪዎች አማልክቶች ከማ ፊ ቀውሊሂ ተዓላ ፈዕቡድሁ እሱን ብቻ አምልከው ወስጠቢር ሊዒባደቲህ እሱን ለማምለክ ታገስ እዚያው ላይ ሀል ተዕለሙ ለሁ ሰሚያ ለእሱ ሞግሼ ታውቃለህ እሱን የሚመስል የእሱ ተመሳሳይ ሆኖ ለዚህም ከተገዛው ለዚህም ልገዛ ብለህ የምታስብበት አካል አለ ሌላ ከአላህ ሌላ የለም። ወቀውሊ ወሊላሂ አልአስማኡል ሑስና ለአላህ መልካም ስሞች አሉ። መልካም ስሞች ማለት ማዕናቸው የመጨረሻ የምልውነትን ባህል ጣራ የሚያሳዩ ፈድዑሁ ቢሃ ሌላው ግን እንዲህ ያለ ስም የለውም። ወቀውሊሂ አን ኸሊሊሂ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም አነሁ ቃለ ሊአቢህ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أباتي لم تنو يما يسمع يما ياي كانت من النجر لكلاك لله يما يتشيل النجر يما تعملكو من ذلك نجر كو يما يسمع لك وطع ستاة أفالي عند نجر يا رجل يعلم لهم تفراو بيان سيدان سيولا قدار سيدان لكلاك لله يما يتشيل يما تعملكو نجر قد من النجر كما يدل لهم نجيخ كلوان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بتتروتشوا انكم عايسواتهم ترياتهم انكم فايدة لشتو واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم
የሙሳ ሰዎች ከሙሳ በኋላ ከጌጣጌጦቻቸው ያዙ አለ ዒጅለን ወይፈን ያዙ አለ ጀሰደን አካል ብቻ ያ አላህ ለሁ ኹዋር ድምፅ አለው የሆነ አለም የረው አነሁ ላይ ከሊሙሁም ወላ የህዲህም ሰቢላ ለመሆኑ እኒህ የሙሳ ሰዎች ይህንን አምላክ አድርገው ሲይዙ የማያናግራቸው ይሄ ከዚህ ይሻላል ብሎ ቀናውን መንገድ ማሳየት የማይችል መሆኑን አልተመለከቱምና ባጢል መሆኑን አልተረዱም ومنها تعجيزه لآلهات المشركين كنذي كذبيوتو كذبيوتو مكاكلان دو يدعو تاملاكي وچن دكا مانت مقالت تعجيزه مالت إظهار عجز آلهات المشركين يدعو تاملاكي عملاكي وچ أمالكتن دكا مانت مقالت كما تقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ለመሆኑ ምንም ነገር መፍጠር የማይችሉ አረ ምን መፍጠር የማይችሉ ራሳቸው እነሱ የተፈጠሩ አካልን ያመልካሉን ሲል ምንም ፋይዳ የሌላቸው ማለት እኮ ነው ولا يستطيعون لهم نصرا እነሱ ሊረዱ የማይችሉ ولا انفسهم ينصرون ሌላ መርዳት ቀርቶ ራሳቸውን እንኳን የማይረዱ አማልክትን ያመልካሉን وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ከኔ ከአላህ ሌላ ያለን አማልክት ናቸው ብላችሁ የምታስወሯቸውን ያሰባችኋቸውን እስቲ ጥሯቸው ይድረሱላችሁ በላቸው فلا يملكون كشف الضر عنكم ከእናንተ ላይ ችግርን ግልብ አድርጎ ንቅል አድርጎ መውሰድ አይችሉም ولا تحويلا ማቀየር እንኳን ወደ ሌላ ማስተላለፍ እንኳን አይችሉም وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ከአላህ ሌላ ያመልካሉ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا كسماياتنا كمدروس للناس من النجر مجم مامطات يمايشيل النجر يعملكالو من النجر دابو عطاو بيلو وهذا عطانا بيلو مامطات يمايشيلو ولا يستطيعون عيشيلو مكنانو يا ايها الناس انت سويت هو على الله ضرب مثل مثال يتقمط ولاچوحال فاستمعوا له عدامطو لمثال يوالا من يميل ان الذين تدعون من دون الله انك الله لا يمتملكوا امالكته كله لا يخلقوا ذبابا ذنب انكم يفطرون ودفيتن كون الفطروا ارى ودفيتن ما يفطروا قران الله قال لهم يبلغوا ينولوا من قراقد يترى فلاسفه تسبسبوا تسبسبوا ذنب انكم فطروا ما انكفكفشن ذنب يمتالرو عنده من علي بدون طيار اللي هيدوا اوروبلان يو سركو هارو على والدولك دون دو مالت هذا اللي ندير له والله مالت له هو ده التجاجات قال لا يخلق ذبابا اي فطروا مش شايل من له ولو اجتمعوا له بعلم لا يالو فلاسفه لا ساينتس بيقولوا تسباسبوا بيرباربوا كان ذنب مستر ايشلو من شو بتاع ويطلبهم الذباب شيئا يسلبهم الذباب ذنب بيقماچو ذنب بيقمال هاي قمال ذنب لو بيقماو دفارو بيتمنجس جبتو افنچو اكبابي تنش رطبت قالچ قبات ما كتقبا بالني نتقو هيده توارضو لو ويسلبهم الذباب ذنب بيقما انديت الله عندنا يوارج ايه ذنبالو لمن ذنب بيتبرق فقالچ غندان منالو سايبات غندان نغرو انطبقالو سدوجا ايه سو بيت اسنقال ذنب جن ወተት እየተቀረም ግን የሚያድናል የንጉሱ ወተት ውስጥ ቢገባዝም እናስመልሳል ያ ሁሉ ጀነራል ያ ሁሉ ምናምን ድፉላት ነው የሚባለው ታስደፋለች ከፈለገት እንደው እነሱ ጣላል ብለው ይደፉላታል እሷ ደፋራት ይሄ ምናምን እንደው የቁርአን ሰው ለማዋረድ እንደዚህ የተخلقه ካልቻለ ርዝቋ ነው ተውሰድ ወይ يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منها ዝንብ ቢቀማቸው የዝንብ ቢቀማቸው አይችሉ እንግዲህ ዝንብ መፍጠር አልቻላችሁም ብሎ አይደለም ተሐጁ ላ ወይስሉሁም ዝባቡ ሸሄኑ የመጨረሻው ይሄ ነው ከዛ በኋላ ምን አለ الله ضعف الطالب والمطلوب አምላክዩም ተመላክዩም ደካሞች ናቸው እኮ ضعف الطالب ማለት ከነዚህ ያሉ ደካሞች ይጠቁኛል ያድኑኛል ያችሉኛል ብሎ እጁን የሚዘረጋ ቀኝ እጁን እንደዋጣ ደረታቆ ማለት ነው ያውኛል ብሎ ብዙ ሰው ወደ መቃብር ሲሄድ ቀኝ እጁን ለምን ያወጣ አማ ለምን ያወልቃል ለምን ይላል በመቃብር አጠገብ ሲያል ሾቹ ላይ እንዳይጮህባቸው አንዳንዶቹ
አጠገባቸው ሲያረጓት የነበረችው ነገር ስለካባቸው ይሱ ይያሰፈር ነበር መጥቶ ነበር እንግዲያው አይ እኔም ያነበረና ነው ቀኝ እጄን አውጥቼ ነው የኖርኩት ዝናብ እንኳን ሆኖ ቀኝ እጄን ሳላስገባ ይሽፎ እንዲሁ የበጠኝ ጃንጥላ ይታጠፋልኛ ጋማ ጃንጥላ ከየት ነው የሚታጠፈው ከማዶ ገና ሎሚውን ማዶ ላይ ሲቆም ከበቅሎ እንዴት ይበቅሎ ጨበጫማ አይከድም እኮ ከበቅሎ በጫማ ትጅ ይከዳል በበቅሎ ሰዎቹ ላይ አላ ኩል ሐል እኔ ይሄ አማልክት የሚባል ነገር ደካማ መሆኑን እንደ ቁርአን ያስረዳ ነገር የለም ሰው ይሽት የተውሂድ ኪታብ ስጡን የተውሂድ ኪታብ እንቅራ ማለት والله ቁርአን ላይ ነገረው ሚስቱን የሚያጠው ስቆል በተለይ በጨረሻው ላይ ማይሄቁ በዑፍ الطالب والمطلوب ሁላችሁም ማትረቡ ስለሆናችሁ ነው አማልክቱ ማቃቱ አይደለም አማልክቱ ማቃቱ አላህ የፈጠረልህ ነው እኮ ነብይ ቢሆንም ይሄን ማድረግ አይችልም ነብይ ዝም ቢፈጥራሉ ትልቁ ሰው ነብዩ ናቸው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም ቢፈጥራሉ ተፈጥሮ እሳቸውን ፈጥራሉ አላሉ እሚገርመው ግን ይፈጥራሉ አረሳቸው ያለ አይደለም ከሳቸው በታች አለ አንዳንዱ ጋር ጠንቋዩን ሁሉ እኮ ነው በዚህ ደግሞ የሚለው የርጉም ርጉም ضعف الطالب والمطلوب ومنها تسفيه المشركين ومنها تسفيه المشركين طاوت املاكيوچين موኝነታቸው መግለጽ እንዴት አርጎ تسفيه ማለት جعلهم سفهاء الذين كفروا تعالوا ما يرغوناቸው ማለት الذين يعبدون غير الله كالله ليلا يالو يميملكوتن كقوله سبحانه قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم كالله ليلا من يميطقماتكم تنشم تقم يللو ولا يضركم تنشم يميغدواتكم تملكلاتكم اوف لكم ولما تعبدون من دون الله لان انتم هنا كالله ليلا يمتاملكواتكم واذا يلاتكم افلا تعقلون امروا يلاتكم الذي تتاملكوا امروا يللو لو انت من يميغدوا من يميطقوا انت يملكال وقوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ومن اضل من لا يتساتات عند يلم كما كسي يملك ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ارتوت عبيت لما يلو لمنوت الشي لما يلو ارداي منوت لما يرداو تكلكل لي منو تقمي منو لما يتقمون سويه كاملك يبلط يتساتات مانم يلم وهم عن دعائهم غافلون انتو ان الذي اعمالكم يبالوت عن دعائهم غافلون كطرياچو راسو يتزناغوناچو مچم تزايباچو ومنها كالذي زريوت مكاكل بيان عاقبه المشركين الذين يعبدون غير الله وبيان معالهم مع من عبدوهم بيانوا له بيان عاقبه المشركين وبيان معالهم يطاوتوچ انذيا كالله ليلا ليلانا مالكت يمياملكوتن سوت مچرشا منغرنا የነሱ አመ ያመለኳቸው ጋራ ደግሞ መጨረሻቸው ምን እንደሚሆን መግለጽ ነው حيث تتبرؤ منهم تلك المعبودات في احرج المواقف የመጀመሪያው ውርደቱ እነዚህ ሲመለኩ የነበሩ ጣዖታቶች ከነብያት እስከ ጀማዳት ከነብያት እስከ እጽዋት ድረስ ያሉ የሚመለኩ ሁሉ በጣም እርዳታ በሚያስፈልገው ሰዓት ላይ በጣም አንገብጋቢ በሆነበት ሰዓት ላይ አራናውቃችሁን ማን ብሏችሁ ይሏቸዋል ተተበረኡ منهم تلك المعبودات ያቺ የምትመለክ የነበረች አካላት በሙሉ ነጻ ትሆናለች አልፈልግም እኔ የለሁበት እንድላለች كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا كسوች مكاكل كالله ليلا ليلا عمالكتن يميز على ليتخذ معبودا له من يرغواቸዋል يحبونهم كحبهم لله ان السلم አላህንም ይወዳሉ ራሳቸው አላህን እንኳን የሚወዱ ነው ሙሽሪኩ ነው ሰዎችንም ይወዳሉ ግን አንደበት ለአላህ ምን ሰግዳለን ለጂላንም ደዋችንን በጋችንን እናርዳለን ነው ያው يحبونهم كحب المؤمنين الله سبحانه وتعالى سبحان الله ብታዋቸው አላህ ሙእሚኖች እንደሚወዱት እነሱ አማልክቶቻቸውን ይወዳሉ ይገርም ይሄማ በጣም ነው የሚገርመው حتى አላህን ይወደዱ ነፍስን የሚወዱትም ሰዎች الله دارا عند الله كودوا المشركون لا يرفع صلاتهم ولا زكاتهم ولا حجهم ولا صومهم من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه يتنيوم خير ترى يتنيوم عباده
لني ما سرت تجبوا لني النال قليل بلو كسرة تولت هاللو إني بخالص يمي عمل كنيال بني بكنيال يهني على الجرّة ومسد النار مستطول غير كاللو يمكرنو كحب الله والذين آمنوا النجاة ما يسجن أشد حبا لله لمن في السراء والضراء كالصغار ما يعلفنا اللهم بمودد تعوتوش تعوتو أملاكي تعوتو أملاكي وش تعوتوش تشون كم يودد يبلتن أم يودد اللهم ولو يرى الذين ظلموا النجاة كافر وش بملكتوا بيعيو إذ يرون العذاب قطعة بمياو بتقزي بيعيو أتشو أن القوة لله جميعا هاي يتبعنا لالله بكام هونون كاوقو وأن الله شديد العذاب الله قد اعتبرتو مهونون مسايو إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا النجاة سيقملكو ينبرو تاقالات سيكتلوا اتشو ينبرو اقالات كتكتايو اتشو راتاتشو النجاة تعوطو ورأوا العذاب قطعة بيفا في ند ساوت وتقطعت بهم الأسباب يقنا يواتشو ينبرو مكنات وشلو بتستسلونا عدرا الشاسياتو لرأوا عمرا عجيبا ينقر من أبر نقر يعيو نبر وقال الذين اتبعوا إن يعلو يتقتلوا السواتش لعلو عملاتي واسم على ذلك من يلعلو لو أن لنا كره عن قذية من ملت الجل بنورا فنتبرع منه كما تبرعوا منا إنهم كالنسو راساتش لنت عن نادر جنبرا هون النسو كان يراساتش لنت عن نادر ربو ما اللي يقولوا تانا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم لك بذي ملكو أهون بتجلت أو ملكو بذي بدون علي يفتموت يشرك تدبر ينسو سجعت مهون بقلت عطايات شوال وما هم بخارجين من النار الناس دمو كسات فسوى يمي وطايا دلو فمن نسو يمي أستكاكلوا بتجم يمي أدين بتها بقات آمي اللم وقوله سبحانه ويوم القيامة يكعما كان يكفرون بشرككم تعوتوا التاتو أن أنت أما الدارة تاتو يكدعلوا أن نوقاتوا المباتوان ولا ينبئك مثل خبير إن دواكي وإن الله يعلم من أجره ما أنم يلم وقوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس سوش كسكسوا كانوا لهم أعداء سوش كسكسوا طلاتي ونعلوا وكانوا بعبادتهم كافرين الناس بمملكات شوك هادية ونعلوا عنا وقاتشم لنعلوا وقوله سبحانه ويوم يحشرهم جميعا عند لا يملك سك سبت قذية أو أملاك واتشن تملاك واتشن ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون النبيه إن أنتني عملك نبهر إلى شوال لأن قبرين لأن ميكائل قالوا سبحانك أرني أن أتهر قرات الجبا أنت ولينا أنت إنيا ولينا ولا جاتشن من دونهم كالنسو للا بل كانوا يعبدون الجن النسو قانين نبهر إن أملكت أكثرهم بهم مؤمنون بزوتشاتشو بقانير يامنو نبرا وقوله تعالى وإذ قال الله الله يا نبرا يا عيسى ابن مريم أنت يا مريم لجعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت لمهن لسوتشي إني نمهن إناكن كالله ليلا عملاك أرقات في أزن بلا نبرا قال سبحانك أردت الجواب ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أقوام إلى الله نقر من نقر عندي تشلال له ومنها رده سبحانه كالنبي زريوت مكاكل الله سبحانه وتعالى بطاوة عملها شوات لي لمن بسنا بالنس مكاكل أما كان يعدل جو سما قل لي لمن يعدتشو بلو مقطعتو يمن موقزو بأن الشفاعة ملك له سبحانه شم جبنا ينكونوا سلطانو لمن دلوا الناس مثل لما عمتوا الناس يقال شما قل لي هونو كوني كالفكر اي هونم شفاعة هونين بلها نبيين بتلمن نبيو لانتا اوانا لو اي هو اتشجر كن قل لي لانتا بيه اتشجر انها اللون جبنا رقال له من عمل اميلو هاي مثاله بزوك بيه لمن دل لما عمت على ستلو انت زينا ميلو درون يالبس هوش اندزيان ميلوت اهون يالبس هوش اندزيان ميلوت من على الله قل
أم اتخذوا من دون الله شفعاء كالله ليلا أما لا جين هي زوال لنا قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون شم قلنا من ما يتشروا بيهوننا أعمروا إلى الله تشوف بيهون من دجاون يا رب قل لله الشفاعة جميعا شم قلنا يتبالوا كل لأن الله سبحانه وتعالى بتشانوا بلا تشوف له ملك السماوات والأرض شم قلنا بتشانوا دي سمايات مزر نقسنا ويسوالن من دي ثم إليه ترجعون فجام ودسنا متملسوا تعالى الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ببقعد من جيسو زندا ما أنهم يعلموا قلوا شنقلنا أمي ما تأمعنا الله يلن وكم من ملك في السماوات سنت الناس انت ملايك وشناتشو سماياك لاي لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله تفكدنا لم يفلقاتشونا لم يود اللاتشو سوش الله فكعد كسطبها لانجي سنت الناس انت يتكبروا ملايكوش قل شنقل الناتشو وقا إلى الله سنت اللوسين شنقل الناراسو يسو سلطانو لذي بلا شنقل الله ما قلن يستلو كبر لكبر عتهدو بس وش سنونا بملايكوش عكبابين عتلفسفسو اني دوس عاجو هذا الكونين يا شمس الرسالة فكلنا شفيعا إذا النعل زلتي عيبالن كلنا شفيعا لنبيه عيبتيك كلنا شفيعا إذا النعل زل عيبالا فبين سبحانه في هذه الآيات الله بالذي أنقذ الشبرر من قلوا أن الشفاعة ملكه وحده يسودك جنة بالجانو يسوهرت بالجانو لا تطلب إلا منه كالسنج كما أنما يتأيك ولا تحسن إلا بعد إذنك كفكادوا بهالا نجاي ونم للشافعي ورضاه أن المشفوع له سبحان الله أني قرموا شفاعا يا رب سنم ما كانوا كمي مرتع تشوصنوا شفاعة مفقد الله تشوصوا كمي مرتع تشوصنوا انقلوا يا نبي شفاعة فالقال له من لبل من بيدوا على ذلك يا ربي شفع نبيك فينا يا الله شفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيا محمد النبي صلى الله عليه وسلم ينجي ما من جواب يقول لي من ما لنا اللهم لنا بخلاتهم لأنه ملكه سبحانه وتعالى يسأل منه أما أن نسأل محمدا أبدا نبي نملونه نبيك هل تتأيبه كذابة تشاله يهي كذابة تشاله يو بأولا يتوقع بينه أسرا يو ومنها أنه بين سبحانه أن هؤلاء المعبودين من دونه النبي قال الله لا يمين من لك دين قائم هنو ملايك أنه نبي يمين ولي لا يحصل منه نفع لمن عبده من جميع الوجوه لا من لك هاتشو أكال بيتن يوم مقدت أمين من ما ينتقن اللون لا إله إلا الله ومن هذا شأنه هنا تاو يهنيها العقب ويهنيها ليهون أكال هلو لا يسمح للعبادة لا أملاك النتا يكبأي بجب كما في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير له قل بل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كالله للا مال الأملاك ناتشو بلا تشو يا لا تشو انتروا تشو لا يملكون ايشلون مثقال ذرة يبنان يهال لنقوان ايشلون فسماعاتهم ونبى مدروس وما مدروس وما لهم فيهما بسمات الناب مدروس يلاكشو من شرك يقار أن السلطان منهم يلاكشو وما له منهم من ظهير لأسوك النس من ما نتردات اللوم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له السوك أشمق لنا السولة فقد اللتنجي فكم يلاك المال الله ومن أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتدح بها بطلان الشرك من ذلك قول سبحانه كالنذين بروش متأكل الله بقرآن وست بزو بالسالي وشين عم سطوان النبي بالسالي وشوست من دنو شرك مبان لذن من الفائدة عند الله يمنا سعيد من ذلك قوله تعالى ومن يشرك بالله بأ الله يبقر فكأنما خر من السماء كسماء عند تورور له فتقطفه الطير من قر لا يورر من يالله عوري من دنو ندك عيام متوسده خطف مالك عوري مجلس مولو أكام لا توسده سلم بيتاكس عندنا قال لي جاهد او تهوي به الريح في مكان سحيق ويمدم نفاسه تقبله كما يسوق روق متى لا يراك لمن من ما يستهزئ لا يدور ورجو سونو اتبع الله
ሃያ ፎቅ ቢወርድ አንድ ሰው ከሃያ ፎቅ ቢወርድ እታች መቼም ይገኛል። ከከስክሶ ተፈጥቶ ይገኛል አይደል? ለግን የማይገኝበት እንዲሁ አካሉ ራሱ አንድ ላይ መድረስ አቅቶት እጁም ተቆርጦ አንገቱም ተቆርጦ ምናምን ብትንትን ብሎ የሚሄድበት ገደል ላይ የወደቀ ባለህ ጋራ ማለት እንደዚያ ነው። አወዳደቁ እንኳን ይህን ያህል የከፋ ነው። እንደዚያ የምለው ቁርአን ነው። ሱብሃንአላህ شبه سبحانه التوحيد توحيد الله مثلا بما مثلا في علوه بتلقنته وارتفاعه كفمالته وسعته بصفاته وشرفه بتلقنته بالسماء بسماء مثلا وشبه تارك التوحيد توحيد اللون اكلمه بما مثلا بالساقط من السماء الى اسفل السافلين كسماء يمرش تحت ورد عند تفطفط ادرجه لانه سقط من اوج الايمان الى حضيض الكفر كامنت عرى ودفنجت زفتنا يورده وشبه الشياطين التي تقلقه بالطير انيا يا ولد يا قنانقوت ينبروت يا طراطروت يا ولاولوت ينبروتن شياطين وجه من مثلاتهم باوريوج التي تمزق اعضاءه اكال بتستار جامتوس وشبه هواه الذي يبعده عن الحق كونته كإسلام يراقون سنية دم ممثلة لك بالريح التي ترمي به في مكان بعيد عن نجريزة مثل البلو عن جميلة وسلام متورورو نفاسات مثلو. هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن. فالقرآن استثنى شرك كتتكسوا مستانيوش عن دونويه ذكره الله سبحانه يهمنا الله وسطو لبيان بطلان الشرك وخسارة المشرك في الدنيا والآخرة. የሽርክን ተግባር መጥፎነትና ሙሽሪክ በጣውት የሚያመልክ ሁሉ በዱንያም ሆነ በአኺራ ተሳሪ መሆኑን ለማመልከት ነው ያመጣው። ይሄንን وما سقناه في هذا البحث في هذا الدرس لو من الناس وما سقناه አሁን ያቀረብነው في هذا الدرس በዚህ ትምህርት ላይ من اساليب القران كقران استنتن زديوت في الدعوه الى توحيد الالوهيه ياملكوت عندنتن بمستمر وابطال الشرك يشركن መጥፎነት በመግለጽ قليل من كثير كبزو القران عن كذا تنشوا لو الله اكبر الله حياته ليقوي وما على المسلم الا ان يقرا القران بتدبر مسلم يلبت كل لا كركرا يفلقم قرانا بطم ولا ما انبب له ليجد الخير الكثير بزو نغروتين لماغنيه والادله المقنعه اسماي ماسرجاوتين لماغنيه والبراهين الساطعه قلقهم ماسرجاوتين لماغنيه التي ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن فمؤمن وشلب وست يعندن التوحيد يمي الرقابته وتقتلع منه كل شبهة الطراطاري نقر وشره له نقل يمتامت أول ما ترجع لبقنية قرآن بتم ونامان بتشانو إلى ننشر جزاكم الله خير بارك الله فيكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زواجنا وذرياتنا ويجعل أولادنا وذرياتنا قرة أعين لنا إنه نعم المولى ونعم المجيب السلام عليكم